امباستور جمال احنا وزيرك قرشانتي اسكاشيغا عالميغا استامباستور ويلكم بسم الله الرحمن الرحيم ما زنت ابو غادر دمان متشرفتا دان كوبلابو اودي نوغوين وزاري هره انا حسن بشير فرح وغاز عبد الحكيم وحدنا سلطان امباستور كا اندونيسيا نوجو ياسين ان هل معناته افتتاح كنا في التليج يا دمان شغالها وين سلامي مركو روح ربا ان كوبلابو سبرشو الله يابا انتينا بدنا نقول لو انا حل صوم مقعاب السفير كحيان من كان كفدي لنا رضا عبد الرحمن استاج الله صوم مقعاب السفير كحيان كسفارة دنا قنصل ككويت عبد الرحمن هدو يمي ولي وحكو جرا دقدي يو وراقيس يو قري رادس مركا لما انت شغال عن قعد صنايا مركا ولي سوسو رمضان يو كهر بين سيف على شقيسان وسودو ويسان سال الله سعوتان سوكا الواحد جو علي و من كسد هذا السفارة هذا نقوم سنة يا دمان شغالي السفارة دمان تقول السلام يا هذا هو فرح سنة إن ما أنت جو وناكسن فرح له إنه بكرة تيجي إنه أنا جو جذها جلاية حق قصة شغالي دم كارك جو كل نوع إن سلام نقود الشغالي إنه دي على إنه دمان تي إنه عندنا كم هذا نقاية ولا شغالي تي وناكسن يو سيدي ولا تنمر على هاي بروفيشناليزم كا iyo ama muska fiican lahayd aan kooda shaqeynayne waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin inaad shaqadeysid oo si wadaysan oo aad shaqeyn doontaan safaaradda oo ogtihiin meesha wax ka soo bilownay meesha aad marayso inaad si wadaan oo si xoojisan oo aad halka ka sii ambaqaadaan aan ku dhiirigelinayna challengeska iyo waxyaalaha kale ee haysta oo ognahay insha Allah markan xamar joogno anaga idin noqonayna afayaano oo xuquuqdeena iyo حقوقنا إيو نلاشينا يشقدين وحكة سوى إذن فوضينا شقادة قرن كهسان إن هشان إن شاء الله إذن كود دار دونا وزير سفير سوى هنجري وحالة دفع هنسان سفارة بسوق يعني ما أنت وزير كأ وزارة دار ما هدي بده يوسف جراد وأنا صاحبنا بروفيشنال وواحد من دفع هنسان نسيب بلده هنا ما أنت إن رجوا يوسف جراد وزير الدنيا هاي سجى واحد بدنا نلقى بنتون هدي على دمه أنا جا dan nahay qol wasaaradaha wasiirada kale golaha wasiirada dhamaantii oo ognahay oo dareensanahay xanuunka ay leedahay marka qof banaa wadanka joogo haddana aanu u suurtagelin in wax badan u qabto wadankii sabab jira ogod marka Nairobi safaaradeedu waa ka duwan safaaradaha kale shaqo badan ayay qabataa oo ka badan shaqooyinka safaaradaha oran kara waxaan ku isku deynaa insha Allah inaad shaqadeena si fudud oo halkarnima oo wanaagaad ku sii wadataan sida hore u sameeyneysan qaranka uga haysan anaguna wixii taageera aan idin soo gaarsino oo aan idin garab taagana waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo dhammaan shaqaalaha safaaradda localka ee wadanka Kenya u dhashay oo runtii wax badan oo wanaaga oo halkarnima safaaradda ka wada shaqo badan qabtay dhammaantii oo mahadsantaan lahayn thank you very much shaqaalaha ka diblomaasiyinta isaan u sheegay shaqaalaha dhammaan halkan shaqeeya wada mahadsan yihiin waxaan isku dayaynaa marka hadda inaan guda galo xil wareejintii سال الله سبحانه وتعالى شيخ عبد الحميد دام العسبي هاي رأسك كوجره هلك وهم كسي ورجينا يا علي وهنسلك علي مرك عبد الرحمن وراقو سبحان عبد الرحمن يا الله ورجع هلك مرك سفير كي ما سفير ككلس ورجع مرك رأسك ساس وشقيا مرك سال الله سعده وما سنتين ما أنت هم كعصنايا هم كعصنايا نشقى سال كسي وضو دان وهي تاجرة البهنتينا وين لقرب تاجنا سادوا على هيا soo dokumentigan halka waxa ku jira wixii hanti isfaradu leedahay hadii aan nagu halka yaala wax gurigaan deganahay ismi hore isfaradi wax bangi ku jira iyo allaah wixii dokumentiga halka ku jiraan waraaqihii iyo shaqaalaha hawlahoodii iyo wuxuu dhana archive-ka isfaradu yaal marka intan waa summary-gi oo la soo koobay waraaqtan galkaas ku jiraan arwaa alina ku wareejiyo إن شاء الله مرك عبد الرحمن وراقو سبحان عبد الرحمن كوريجيو عبد الرحمن مرك في سفير كمان مرك أمانة وهي أمانة صعبة صعبة أما سفير السلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزير سفير جمال محمد حسن رئيس الوزراء رئيس الصومالية مدر حسن أبشر فارح سفير كان إندونيسيا وباس عبد الحكيم حلبان عبد الفتاح دبلوماسيين شغالها سفارة جودهان بعض الصحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحنا سكوا إيماني حلو رجنتي سفارة هي مع سلامين أن مع سلامين إني صاحب نجو قالي ولكن وزير أمبستر جمال أو أهنن دلين رأى كقويهن فرعون كرتئي هفنان لجو يقانو مددي أن سووا الشقيين إننا سوى ناج يو هو يلنتا قرن كان ملك استوجوجي أنكو أقانو وحن ربعنا صدق الأمة العليو دبلوماسيين تي شغالها سفارة أو أجهر قنصل كنا سهيها سفارة أهنا على بجدي جرب استاجي يو هيلنتي اللي جرب تاجناين مرة والبو سفير كا إن شقذا أفض ذاته نقطة شقق عن طلا إسلا وضهايو الإس جرب تاجين هاي سد أكتيهم بو ذلك عنك إماني مرحلة دك جرت إسكاج شكل مينا يمدة دي قرن بربر كان صامرني وحنا لو جبهاي هاي دمانتنا أول تاجنا هاي وحواي سد عن وحقي جن لهن إنه هستو صاحب بدي الدنيا كلها هنجر ذلك عسان كود إمان دبعتين بدنا كجر إسكو فسر مين أبارها على سد وح كجر جودهن وحان ربع مركا شغالها سفارة إن قعد صدق وحمر ضل عن قصة مين كرنا وحاوي دا عدن مو إيه وقت هرد إن وقت جان هرنا دا عدو أذيجنو إسجرب تاجنو بالكاس أو مانتا أنجا جانس كأن أهلني إن المتلم حالة دا دلكان ولجت سانسي أهان ميسو هرنا أم أهاجرنا ووضع جرنا إنسان إسقوا إنت أنك قروح بدن وجاري دنا ده حان كو جاري إننا وحواي سدا مانتا أن أجرب استاجنا مرحلة دا وكجرو وكجرا أن أجا شقينا إنه كبحو مركوا ما هتسنتين حفلة دا وحياة حلوة جن مع سلامين مرة بينا هذا الكوسي ديرادو سفي عن الكوسي برندونا أنا جانا نن دو كوسو بيري أنا هاي ولكن هذا وضع جرنا إنسان أنت بدن أفرت السنة عن هذا الدولة لا شقينا أم أش شقينا عن شقوي بدن سكوي إيماني مرة بدن حقا دو كوسو بغضي أما أنا جو في زين دونا نعيها هات أما أنا جو أنت مجانا دن سو جرني سلان يو سبرش سكوي إيماني هات وما هتسنتهين وحي دردارنا مركلا دردارنا دونا إن شاء الله وأنا سلوى دسعاني أنا وحا كليون كوبالا مينا وحاواي كرتئي هفنان إن اندل كاسي تسدى عادة أوو ذا أدقنو مرحلة دمانت وجوغي أو تايقين يهين عن إسقرب إستاقنو سي بريتو عن أهرسان إن شاء الله هذا وما هتسنتين السلام عليكم ورحمة الله رحيم أمباز دا جمال محمد حسن سلام عليكم أنا وزيرك وزارة قرشينتا إيو ديري كلينتا مالقشيا عبد الرحمن كمبالا قوس سفير كحجين كلوان لوسو مقعابي سفارة سومالي دالك الكينيا سلام عليكم أنا قوس الكوات رئيس الوزاري هو سوماليا حسن أبشر فارح سفير كدولة سومالي وفر إندونيسيا عبد أمباز دار عبد الحكيم صاحب كي مهت يفتلي جواه وقيب سنيا شهر ما من التلي كسفارة سومالي دالك الكينيا حسن قونه أوه حقيقة ستحاد سفارة سوماليا لمان دان إلا وحلوان كتسن بارمك سوماليا حلو عاد فتاح حلوان هذا لكم مجرو لمان شغالها مجودهان سفارة سوماليا قيبة الميجريشن مصطف آذن يركروا هذا إنا جنب قرن مانتا لمان تنوى السلام يا مركوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربا إنا هذا الإلاثو انتان هذا كي وقد كرين حديث وحاجر النبي عليه السلام لقصه وريه نمن صحابي وحاليري نبيك أكتس ننكو أماني وصحابي كلاه مركو أمانتي لما أياه وحويري نبيك
نك أد أماني سو سفر ملاقش ملاش قيس لبذيني متكيني متك كله باهي جارة حقيس ما مرت ما يبي أمانتس كجوجي المك أمانتس متقاليد قفك مرك أد لاش قيسو أياد سفين كرتها قفك لاش قيا أيا قفك يقانا بعض ده جمال محمد حسن وزير كينا قرشين تأيو ملاقشيك على ملاقشيك ينقلين تملاقشيك وحنا لاش قيني مطالب صني برا هذا البيويل مصنع فيس شقادة لوريين نيوحو يوري ماشان وحارب نابو يوري شقادة وإني هذا شو شقادة وإني هذا شاه سيربيس كدادك اللوقة بنايو دادك وإني هلان يكد جوابان سيربيس كدادك بناي نوع وياهي إنا أنا وشاكنا ما إذا يقدادك إياه وشاكنا ما إذا أنا ماشي وقدير سني وشاقفي عنا لأنا وقبتها guriga aan deganahay waa kiro safaaradda Soomaaliya aan ku matanaa guriga safaaradu ay lahayd wali hawl ayaa ku socota oo wali ma uusan gabagaboobin gurigan ee markaatad ka wada tihiin sidoo ahaa iyo sidoo maanta yahay isaga sheegaya shaqada meesha ka socota iyo maamulka iyo araga safaaradu maanta ay leedahay iyada sheegaysa Jamaal labada sano ee barka uu joogay wax uu qabtay runtii waxaan aad een television hortoodu iyo umada Soomaaliyeed aan ugu sheegayaa ruux dhalinyar ah bishinkiisna runtii aad u weynaa waxyaalihii uu qortay inuu qabto qofka bilaadanka waxa la yiri inaad wax siisa macna maray wuxuu u qabtay inaad dadka u sheegto qofka sheegayna waxa ugu muhiimsan qofka isaga la shaqeeyay ayaa sax ah inuu sheego runtii shaqo wuxuu qabtay aad u qurux badan image ka safaaradan dalkan ay ku leedahay wuxuu ahaa image runtii labada sano ee barka uu joogay aad kor uu kacay hawlaha uu qabtay uu calaamadeystay waxaan dhigi karaa 175 way dhamaadeen 50 kale tan haddii hawl kale u timido wasiir loo magacaabay marka arrimahan wajeer hadda aad ka hadlaysaan aad makhaati ka tihiin oo hadda dadku umadda ay ku tirsatay iyo hawlo kale oo fara badan runtii hadda maanta aan meeshan kusoo koobi karina runtii ninkan Jamaal Maxamed Xasan ambassadorka aad ayaan ugu faraxsanahay muddadii waliba xitaa markii jagadan loo magacaabnay waxaan ku imaanka joogtay halkan iyo waxaan ku imaashan laba sano barad joogtay iyo at least 4 sano xitaa sida nidaamku u ahaa at least maana la sii joogtay iyo wuxuu yiri kanna waa xafiis kaas la magacaaban waa xafiis marka wali masraxii siyaasadda iyo adeegyada umadda ku jirnaa waa isla meeshii uu shaqada meeshii ka socotaa marka waxaan idin sheegay runtii Ilaahay ha la garab galo wasaaradda waxa loo dhiibay runtii aad muhiim u ah ummad Soomaaliyeedna muhiim u ah shaqo badan taalo dalko dhanba wasaaradda loogu fadhiyaa baan isleeyahay mararka qaarkood marka waxaan leeyahay nasiib bay leeyihiin wasaaradda qorsheynta qaranka iyo maxay ahayd maalgashiga dhiirgelinta maalgashiga hadday maqlayaan runtii ruux Jamaal ka wanaagsan oo aad heli lahaydeen inuu jiro u maleynayo ma ka filaysaan inuu idin dulmiyo laga fili maayo inta anigu la noolaa ama aan la shaqeynayay wax xadgudub ah qof shaqaale ah in lagu xadgudbo ama xuquuqdiisii la duudsiiyo ama xuquuqdiisii u heli waayo wallaahi waan idin barayaa ma dhacayso marka waxaan idin leeyahay garabkiisa kala waa qof keligiisi haddaanan qof kulala shaqeynin tiim baa lagu shaqeeyaa dunyada qof keligiis waxma qaban karo hoggaanku waa muhim isaga hawsha darad garaynaya laakiin muhimaddu weyn waxay tahay in la helo tiim oo wada shaqeeya hoggaankoodana ka dambeeya taas ayaa wax walba lagu gaari karaa marka hadal ku dheeraan maayo sidaad hadda arkaysaan safiirku uu ka dhawaajiyey aniga si haya ayaan safaaradda ka sii naqanayaa in safiir dowladda federaalka ay kasoo magacaabayso walaalkay Cabdiraxmaan Kambala isna waa wada shaqeyn doonaa wixii kale warqada ah dokumentigiisna kulli way iska soo dhamaan doonaan process ayay ku jiraan marka muhiimaddu weyn waxay tahay in la wada shaqeeyo muhiimadda ugu weyn waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed loogu khidmeynayo meeshan service code inuusan gaab gelin in ummadda shaqo qurux badan loo qabto kan ugu sareeyo iyo kan ugu hooseeyo inay noqdaan dad tiim ah oo wada shaqeynaya safaaraddan haddii wax ka halaabaan kulligiina wada leenahay haddii wax u hagaagaana kan ugu hooseeyo kan ugu sareeyo wanaageeda wada leeyihiin marka aad ayaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh shahaado sharaf aan ugu talagalnay muddadii labada sano ee barka ahayd aad nala shaqeynaysay ndaas ka ku soo dhow iga gudoon
محمد أنغو سفارة دانا هوري ومشاقين جيرين هادانا رجل لوسو بدلي ماهن ولكن مانتا مرق أهام بان أنميد ميشة تنحلك أكو كلاوري أكو كلاوري جيسانين أو سفير كي هوري محمد حس جمال محمد حسن وزير كان إسكاشيغا دقالها يحرير كعالميغا إيو قرشان تقرر ورفرة بضانا وحالة خيس إيو مدانا ياشا كاليتو علي بغدي ونانين نقانو سفارد سيها يي هادا يا كمبالا كمبالا أو هادا سفير كوحيغين لوسو مقعابي هالا كان حلقات كلاوريغيسان يا هذا اللذي لسو جيدي و لسو جيدي جمال وليبا علي او آد يا آد قد يرادو افرفوري جمال قفو حقيسا انكريني لو سنجرين شغالها سفارد إنه سفارة داسي شلي سيدي أهيد يمانت سيدي تايو كبدي جمال انتو جوغي وكشيكي أنا قولوضا يدا سفير كان اندونيسيا يا حلبانكا يا ضياشا كالي تدمان ونلجوغ وحان كمرا كعينا سفارة داني مانتا يا مالنتي جمالي ماني اللوي كلا هاي وعدب بين ما وشيكن علي بقد هدنا كلي يا كلي علي وحي يري انو نلسي جوغا يا نجعلان لهاينا يا افرت سنة وسيد اما يستر علي يو ملك وين بوتقي سفارة دهانا وحا وح اتري كره رقا سفرة دهان جري وصور نقضي ومركا قرها وزارة اللكينو كهد الله وحي سفارة تاني وسفارة دادك وبدن الصوماليات اي دقيهين كينيا اما نيروبي بمباسا ملك استبا قحوتيكي الصومالي دا عالم كقحوتيكي غفر بدنابا جوغة واغن هاي انقا جمال انت او كقبتي اما انت او صوحي وحضل ككوديران ما يوحانو كم مرقنا هاي او كم مرق عينا أنا دادوانا أكسنتين رقين نهرو سي جوغي ميش سفير كينا إذا كتغي حد وزير كنغدو سي دلعي آد يا آد باني دي كبو قادين اينا ننك اللي دين كاني يانا نسكه المامينا أو ليراه دو كمبلا أنا ويسنقارنا أفرسانو مدحتو يد جوغي بروتوكول كا من هذه قب ويهي أما ما أنت هذه جمال لبدلا أيه ما برد هني أنك حيان يا وحى هلا قد جاء سفير جيس اللوسو بحيان كنتي ليه لهين وادوجان دون تارني إلهي إذا كيس سدا درتاد وحان ولا ريال مدن يا ليا مروين دمانتين شغالها بهذا ورباهنت وحان دين سو جيدنا يا مهد مهد بان دين سو جيدنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.